وياكم فاطمة الجاسم، عضو المجلس الاستشاري لتمكين أصحاب الهمم. بديت من 6 سنين بمشروع يعني مبادرة مجتمعية بسيطة، كانت عبارة عن تثقيف المجتمع بمختلف أطرافه عن فن التعامل مع أصحاب الهمم. أحلامي كبيرة طبعاً، أتمنى أني أكون خير من يمثل الإمارات. اليوم عندنا نحن محظوظين جداً أن نحن عندنا دولة تؤمن بشبابها، مو بس شبابها، تؤمن بكل فئاتها، كل فئات المجتمع. إذا شفت سواء الشيخ محمد بن زايد وأبوي الشيخ محمد بن زايد ولا أبوي الشيخ محمد بن راشد، ودي أقول لهم عساني دائما أكون عند حسن ظنكم، وعساني دائما أكون مصدر فخر لكم.